ازيكم صحابي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل جداد فراخ جفريزي مع رز، وممكن ناكله بعيش لو تحبي. عادي كده، انا معايا فرخة غسلتها ونضفتها كويس، هحط فيها نص عصير ليمون، وهحط البهارات دي عليها وخليها نص ساعة. البهارات اللي انا عايزاها 2 ملعقة كبيرة زبادي، ملعقة كبيرة توم وجنزبيل، نص ملعقة فلفل اسود، نص ملعقة كمون، نص ملعقة شطة حمراء، ربع كركم، بعد كده نص ملعقة ملح. هلخبط البهارات مع الفراخ بتاعتنا وحطها نص ساعة في التلاجة عشان ايه تاخد من البهارات بتاعتي. انت زي ما شايفة كده هقفلها وهحطها في التلاجة. هعمل رز، حط زيت، ممكن تحط سمنة. لكل كوباية انا بستعمل بسمتي، لكل كوباية رز بحتاج 2 كوباية مية مغليين، فعلى حسب الكمية. يعني انت لو هتعملي 2 كوباية من الرز هتحطي 4 كبابي مية مغلية. فبعد ما اغير لونه كده انا بحط المية واحط الملح واوطي النار خالص لغاية لما يطيب معي. ادي كده الرز بتاعي زي ما شايفة مفلفل وبصراحة ريحته روعة. هجيب ووك او طاسة اللي تحبيه، هحط حتة سمنة وزيت، وبعد كده هحط البهارات الصحيحة دي انا عايزاها، 3 ورق لوري، نص ملعقة صغيرة فلفل اسود صحيح، نص ملعقة كمون صحيح، قرفة، 3 حبهان اخضر، 1 بنام اسود، وبصلة مفرومة ناعم، وانا هخليها تبقى جولدن براون كده. بعد كده احط نص ملعقة توم وجنزبيل لغاية لما ايه يطلع الريحة بتاعته. بعد كده احط عصير طماطم وملعقة كبيرة كزبرة ونص ملعقة شطة حمراء وملح، واخليها تتسبك لمدة 10 دقائق. بعد كده اجيب الفراخ بتاعتي احطها واقلبها كويس، وهنا اوطي النار. انا كنت اصلا خليتها على يعني متوسطة النار في لما لغاية تتسبك الطماطم، وغاية كده ادي الفراخ بتاعي هخليه لغاية لما يطيب خالص. هنا هجيب فلفل رومي هقطعه كده زي ما شايفة معايا مربعات، وبرضو عندي طماطماية برضو هقطعها بنفس الطريقة، وبصلة برضو هاخد نصها واقطع كله كده بنفس الطريقة لان ده بعدين هناخده. يعني ادي كده الطماطماية انا قطعتها على 4 قطع زي ما شايفة، ونطلع الحتة بتاعت الطماطم دي. هجيب برضو البصلة هقطعها، هاخد نص بصلة مش بصلة كاملة، هقطعها كده برضو هقطعها وهطلعها واحدة واحدة واحدة. وبرضو هنا هنستعمل برضو شطة خضراء، الكمية اللي انت عايزاها وسبايسي قد ايه. ادي كده هنا الفراخ طاب زي ما شايفة، الزيت طفح على السطح. بعد كده نحط الخضار ده كله معانا لمدة 5 دقائق بس. بعد كده ادي بعد 5 دقائق نجيب الطبق بتاع التقديم بتاعنا ونغرف كده مع بعض. اقولكيش على الريحة، كان رهيب. وانا عملت طبعا زي ما شفتي جنب رز، ادي كده زي ما شايفة صفرة كانت حلوة. وادي كده الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب تو ماي شانل. مع اسرار المطبخ مع سلسلنا لغاية لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.